انا ماشي، عايز حاجه؟ يا سلام، يعني حضرتك تيجي تورطينا وبعدين في الاخر تقولي هتغوري؟ ها، اورطك في ايه بس؟ انا مش فاهمه انت خايف من ايه. ان شاء الله ان شاء الله بكره نقدر نطلع على الهوا، ما تقلقش من ده خالص. وبعدين انا اتعلمت لما اشتغل اعمل حاجه اسمها بلان بي. وبعدين في حاجه تانية مهمه جدا، ده اللي يهمنا، ان البرنامج بقى ليه شكله كله تمام. انت بقى ناوي تعمل ايه بكره على الهوا؟ انا ما تعودتش اعمل بلان زفت اللي حضرتك عملتيه ده، ومش جاهز في بكره اعمل ايه. ليه بس؟ ما انت عامل فكره زي الفل، وبعدين ما شاء الله ما تتوصاش يعني في كلامك مع ماهي وفوزيه، وكل حاجه بقت تمام، والبرنامج زي ما قلت لك ليه شكل، كل حاجه بعد كده بتمشي سهله جدا، مفيش مشاكل خالص. ده انت شاطر بقى على كده. تصدق بيقولوا؟ هنشوف. تعرف اكتر حاجه ممكن اخاف منها هي ايه في البرنامج؟ وجودك يا استاذ حمزه. حمزة بس احنا قاعدين لوحدينا، شيل الألقاب. خايفة مني ليه؟ لا تعمل مفاجأة من مفاجآتك المرعبة، تقوم مثلا تضرب لي ماهي ولا تشتم فوزية وتقوم وتمشي عادي، يعني العادي بتاعك. ايوه، ما انتوا تعاقدتوا معايا هنا في المحطة عشان انا كده، لكن لو انا انسان عادي ما كانش حد عبرني. وجهة نظر بقى. طب بما اننا اصحاب، مش ناوي بقى تقولي انت ليه وافقت على البرنامج ومحتاج الفلوس في ايه يا حمزه؟ حمزه حافيه واطيه، اطلعي بره. تصدق ان انت هتجنني؟ شويه حمزه وشويه مش حمزه وشويه الاستاذ حمزه. والله عيب اللي انت بتعمله فيا ده. انا كل ما بفتكر ان انت دبلوماسي بزعل جدا على الدبلوماسيه واللي وصلت له. حاجه غريبه. اولا احنا لسه ما بقناش اصحاب، مش معنى ان انا عرفتك على اصدقائي عزيزه وزين انك دخلتي حياتي. ولعلمك بقى، انا الخارجيه ما سابتنيش، انا اللي سبتها. انا كنت اشطر سفير فيها، يا تافهه، بس انا ما عجبتنيش الشغلانه فسبتها. اما فيما يخص الفلوس فمالكيش دعوه، خليكي في حالك. ماشي. في حاجه تاني؟ هو انت مش ناوي تقولي مراتك اتوفت من كام سنه؟ 15 سنة. متأكد؟ لا تخيلي، مش متأكد. مش عارف مراتي ماتت امتى. اي اطلعي بره. ماشي يا حمزة. حمزة. ماشي. اما وريتك بكرة على الهوا. لا، ابوس ايدك في عرضك. الا الهوا، الهوا مفيهوش تهريج خالص. بالعكس، ده احلى تهريج، تهريج الهوا. هزلك بكره واقل حاجه هجيبها لك بواسير. هو انت دبلوماسي ولا بتاع مسالك بوليه ولا بتاع صرف صحي؟ انت بتعمل فيا كده ليه؟ يا رب يا رب انا عملت ايه في حياتي علشان تجيب لي واحد زي ده يعمل كده فيا؟ انا مش عارف. سلام. باي باي. يا دبلوماسي غصب عنك. جبت لك مفاجأة. ايه الدفى والجو الرومانسي اللي انتوا فيه ده؟ هاي بوب. لا رومانسي رومانسي يعني. ايه ده؟ انتي معيطة ولا ايه؟ في ايه ماله؟ اوعى يكون مقلب عاملينه عليا يا ولاد اللذينة. لا بجد موضوع كده. حامل ولا ايه؟ لو عايزه اي حد يكتب عليكي من بكره جيبهولك يا بنتي، ولا يهمك. تصدقي انك ما عندكيش دم؟ الله يخرب بيتك يا حمزه، كنت بتكلم زيه. سوري. والله العظيم انت جزمه، جيتي فصلتي المود الكئيب اللطيف اللي احنا كنا عايشين فيه. مود كئيب لطيف. كئيبه 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 كئيبه. اوكي. لا بجد بقى عايزه افهم فيه ايه، ما بحبش ابقى قاعده كده. امبارح وانا راجعه في الطياره كنت حاجزه تذكره بالاتوبيس. وديت التذكره للبنت اتعرفت عليها هناك. ورجعت مكاني، اتوبيس عمل حادث والبنت ماتت. يا حرام، باية في حياتك. ايوه بس انتي زعلانة من ايه؟ دي ماتت بدالك يا بنتي. ما هو ده اللي مزعلها، هي حاسة انها السبب في موت البنت. لا، ده قدر ربنا. ماتت امتى وازاي وبأي طريقة ده ملناش فيه. انتي قلبك جامد قوي يا آية بجد. قصدك جبالة مش كده؟ لا يا هبة، أنا مش جبالة. بالعكس أنا دمعتي قريبة. بس ما بحبش أعيط قدام حد. ممكن تلاقيني في البيت قاعده بعيط لوحدي.
الحقيقة علمتني حاجات كتير قوي، خلتني قوي. بصي احنا ممكن نفكر فيها بطريقة تانية. ليه ما تفكريش ان ربنا اخد البنت دي في الوقت المناسب وفداكي بيها؟ عشان انتي وقتك لسه ما جاش. ادعي لها ربنا يرحمها. قولي لي بقى هي كان عندها كام سنة؟ 20 سنة وعروسة. حرام، كانت صغيرة. طب ايه بقى، هنفضل كده ولا ايه؟ انا مش عايزة اعيط، حرام عليكم. ممكن نغير الموضوع بقى؟ يا ريت. وانت يا زهرة هتعملي ايه في موضوعك؟ وانت كده غيرتي الموضوع؟ شغالين قوي بجد. قاعدة مع مجموعة كآبة ومشاكل، كوكتيل نكد كده على مشاكل على هم. انا كنت جاية مبسوطة وجاية اقول لكم على خبر حلو. ايه؟ عايزين تسمعوا؟ وهتفرحوا قوي قوي يعني؟ قوي. طب استنوا، بكرة أول يوم عرض في برنامجي لايف. مبروك مبروك. ايه الرخامه ده؟ ايه المنظر ده؟ دي اشكال ناس بتقول لواحده برنامجها بكره ان شاء الله هيكسر مصر كلها، لو سمحتم الاداء يكون احسن من كده. اتفضلوا قولوا. 3 استني استني 3 2 1 جو. مبروك يا ايه. يلا اوكي هتعدي. يا دي النيلة يا دي النيلة، أسيبك ساعتين في البيت تعمل فيه كده ليه؟ ليه يا سيف؟ ليه يا حبيبي القرف ده؟ أعرف إيه، أنا باكل. أيوة ما أنا عارفة، مفيش مانع إنك تاكل. بس لما تاكل والأكل مكشوف بالشكل ده هيلم هموش ودبان وناموس. وبعدين إيه المانع إنك تبقى بتاكل وتغسل الأطباق أو تحطهم في الديش واشر؟ يعني عايزاني أحضر الأكل بنفسي وأغسلك الأطباق كمان؟ و100 مرة قلت لك هات شغال. وانا ما بحبش الشغالات في البيت. ابقى انا الشغاله بقى. اتجننتي ولا ايه؟ هو انا بقى اتجننت لما تساعدني؟ اساعدك ليه؟ انا مالي انا ومال شغل المطبخ ده؟ عندك حق. يساعدني ليه؟ ليه يساعدني؟ وبعدين هو ماله اصلا؟ اصلا ماله؟ انت ما بتزهقيش من النكد يا هديل؟ لا. وعلى فكره يا سيف، انت عندك لا مبالاه رهيبه. يعني بمعنى ادق، بارد بارد. بصي انا مش ناقصك وانا زهقت من دوشه دماغك. وما سددتش نفسك؟ لا بالعكس، ده الخيار بيفتح النفس. بارد قوي قوي اخيه. بقول لك ايه يا حبيبي؟ قولي. ايه؟ حاسه ساره كده في حاجه مش مريحاني. تسالي ليه؟ في حاجه قلقاها، مزعلاها، مضايقاها، انت مش حاسس كده معايا؟ والله هي لو محتاجانا هتلاقيني. على العموم لو عايزه تروحي تتكلمي معاها روحي. لا روح انت اتكلم معاها، انت صاحبها وشي اوبنز اب معاك اكتر مني. والنبي عشان خاطري انا قلقانه عليها قوي. انا رحت قبل كده و أنا حاسس إنها محتاجة تقعد لوحدها. يعني أنت شايف كده؟ أيوه. إيه يا بنتي؟ أنت ما نمتيش امبارح ولا إيه؟ قومي شوفي شكلك في المراية عامل إزاي؟ تعرفي عنها إيه يا هبة يا بنتي؟ متجوزة واحد اسمه إيهاب وعنده محل ورد في الزمالك. كويس، دي معلومة كويسة. أنت بقى دوري على جوزها ده فين؟ وإحنا نديله مبلغ كبير. اللي انت عايزاه هندفعه يا حبيبتي. كده؟ يعني موت له مراته واروح اديله فلوس. استغفر الله العظيم. انت هتدخلي يا بنتي في امر الله؟ لكل اجل كتاب. استغفر يا بنتي، انت عاقله يا هبه. استغفر الله العظيم. ماشي يا بابا.
هجيب عنوانه واروح ادور عليه. بس انا هديله الفلوس ازاي؟ وهو هياخدها مني ليه؟ انت بس هات العنوان واحنا نشوف ازاي نساعده. طب واللي هنعمله ده اسمه اني انا بدفع دية؟ دية ايه يا بنتي؟ انت كل اللي تقدري تعمليه اني تقفي جنب جوزها وتشوف انه بيحبها، لا ياخد الفلوس ويروح يتجوز بيها. انت يا بنت بتعملي الخير، بس المهم نيتك شكلها ايه وانت بتعملي ايه. ما يهمكيش بقى هو خد الفلوس يبقى عزقها ينبيها يتجوز بيها، احنا مالناش دعوة. مش هيتجوز عليها. اللي يتجوز البنت دي يا امي اكيد مش هيلاقي شبهها للدرجات دي واكتر. بنت تحسيها ب 100 راجل. انا مستخسرها قوي. مستخسرها قوي؟ مستخسرها في مين يا حبيبتي؟ مستخسرها في اللي خليها؟ هتتدخلي كمان في امر اللي خليها؟ لا انا مش هسمع منك اي حاجه تاني. فاهم؟ انت تدور على الواد ده وتشوفي عايز فلوس ايه وتيجي تقولي لي، لكن اسمع منك حاجه تاني مش سامعني خالص. استغفر الله العظيم. يا رب ليه كده بس؟ ما ينفعش تفكري كده يا بنتي، ما ينفعش. بس في الالماني كورة رائعة من جارت بيل، نجم الكورة الوين زايد خاطر يعمل عملية ثنائية صريحة. ليه وطيتيه؟ أنت بتحب تلعب كورة؟ الحاجة الوحيدة اللي بعرف أعملها. طب أنت عارف بقى إن أنت ما ينفعش تقعد الفترة دي من غير رياضة؟ ألعب كرة إزاي يعني؟ لا طبعاً مش قصدي تلعب كرة، بس لازم تجري وتعمل تمارين عشان إن شاء الله بعد ما تعمل عملية ترجع لمستواك على طول. تعالى نروح النادي. لا انسي، مش هروح في حتة. ليه؟ كده كده ليه؟ مشكلتي إن أنا مش عايزة أقابل حد ويقعد يقول لي إزيك وأقعد أتكلم وأنا مش قادرة أتكلم. إيه الضعف اللي أنت فيه ده؟ انت لازم تبقى راجل وتواجه، وبعدين انت مشكلتك الوحيده ان انت مش قادر تشوف لفتره يا ادهم. لا مش هروح. على فكره انا عايزه اقول لك حاجه، الكلام اللي بيضايقك بيضايقك لو انت ضعيف، اللي يتكلم معاك اتكلم معاه عادي جدا وبشكل طبيعي. يلا نروح النادي، ايه رايك؟ مش هروح. مش هتيجي؟ مش هروح. انا ما بهزرش يا ندى، انا ما اعرفش اخويا في الشغل، لو سمحت الموضوع ده ما يتكررش تاني، ولو اتكرر تاني حسابك معايا هيبقى كبير. صباح الخير يا شباب. صباح الخير يا استاذه. في ايه؟ مش على الصبح كده؟ مفيش بقى، كل واحد بقى بيخرف وبيعمل حاجات من دماغه وانا مش ناقص. طب قول لي الجرافيكس خلص؟ خلص يا استاذه. والتعديلات والديكورات اللي انا طالباها ده خلص ولا لسه؟ كله خلص. انت مالك؟ في ايه؟ مفيش، في مشكله كده مش لذيذه ممكن تضايقك. على الصبح البرنامج اتلغى مثلا؟ لا مش للدرجه دي. الفكره بتاعت فكره حمزه اللي كان عاملها في البرنامج بتاعت عالم الحيوان اتلطشت واتعملت امبارح في برنامج التوك شو بالليل. امبارح ازاي يعني؟ فوزي انا كلمتك امبارح يا عم على فكره وما ردتش عليا. معلش يا حبيبي كنت مشغول شويه، شويه مشاوير كده مع مراتي. ماشي يا سيف، النهارده اخبار وقتك ايه؟ مش عارف، خليني على تليفون احسن. خلاص انا هكلمك. لا 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 لا، بص انا لو قادر اجي معاك انا هكلمك. ماشي يا سيف، بس افتكر ان لو بكلمك عشان اقابل ديلر نسكور منه حشيش كنت ما رحتش مع مراتك المشوار ده وجيت معايا، لكن عشان انا بقولك تعالى انا اقابل حد يكلمك عن ربنا. يا فوزي في ايه؟ مش فاهم يعني. يا عم سيف، بيتك المخروب وعلاقتك الوحشه مع مراتك مفيش حد يحل لك كل ده غير ربنا صدقني. ماشي يا عم الشيخ، حاضر. بطل تحريك بقى يا عم، استنى تليفونك. ماشي يا فوزي، ماشي، سلام. انا مش عارف ازاي جيت. انت جيت عشان تخرج نفسك من الحبسه اللي انت حابس نفسك فيها في البيت وتشم شويه هوا بقى يا ادهم. اهلا، ازيك يا ادهم؟ انا رامي.
اهلا، ازيك يا رامي؟ ايه هتعمل عمليه امتى؟ قريب ان شاء الله. طيب يبقى تعالى اقعد معانا، توحشتنا قوي. حاضر يا رامي. ماشي، اكيد هنتقابل تاني ان شاء الله. سلام. سلام. شفت بقى الناس بتتعامل معاك عادي ازاي؟ انت اللي مكبر الموضوع يا ابا. يلا بينا. يلا بينا ايه؟ يلا بينا نلعب. هلو. اهلا النايس. والله كنت بفكر فيك النهارده وهكلمك. انا قلت انت نسيتيني، قلت بقى مفيش فايده غير ان انا اجي اسلم عليكي بنفسي. يا عم بقى، هو انت اللي كنت فكرت تكلمني اصلا؟ اصلا برضو ما علينا، اديني جيت لك اهو حتى من غير ما اكلمك. عامل ايه؟ الحمد لله كويس. انت اخبارك ايه؟ طمنيني عليكي. مشاكل مشاكل يا خالد قد كده. خير؟ البيت وجوزك والكلام ده كله ولا ايه؟ البيت وجوزي ده العادي، انما الجديد بقى صاحبتي. اتخانقنا مع بعض وتقريبا كده خسرنا بعض. ليه يا بنتي كده؟ هو اللي حصل يا خالد. ايوه، عايز اعرف ايه المشكله اللي ممكن توصلك لده يعني. لازم. ايوه عايز اعرف يعني ايه المشكله اللي ممكن تخليكي توصلي لكده. لازم. معلش انا حشه ليه؟ وبعدين ايه الماضي اللي انت فيها دي؟ مش يمكن اعرف احل لك المشكله؟ مش هتعرف. صعب انك تفهم الموضوع ده اصلا، مع اني فكرت اني اكلم الدكتور العظيم بتاعك اللي انت عرفتني عليه، لكن انت صعب شويه تعرف. ايه ده هديل؟ انت غلطتي مع صاحبتك ولا ايه؟ انا اول مره اعرف انك كده. ايه ده؟ يعني ايه؟ لا لا لا، اكني ما قلتش حاجه، ما تاخديش في بالك، كملي كملي. هو انا غلطت فيها. بس انا مش حاسه اني غلطت. امال حاسه بايه بالظبط؟ حاسه اني قلت لها الحقيقه. هو انت لازم تعملي لي سسبنس يا هديل عشان اعرف. ما تحكي بقى وتخلصيني. حاول تمسكني. هنا هنا هنا، تعال لي هنا. هنا كمان، تعال 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 كمان، تعال تعال. ازاي سناء تعملي كده؟ ازاي؟ هو قال لي ازاي اعمل كده؟ وانا مش عرفني ده هيحصل. ايه ما شفتيش حلقة امبارح؟ ما اتفرجتيش عليها؟ ازاي يعني؟ هو انا مطلوب مني اشوف برامج المحطة كلها؟ المفروض انت اللي تعمل كده. انا بعتلك السكريبت من امبارح بالفقرات وبفقرة حمزة وباسم الضيف، الغلطة غلطتك وانت عايز تجيبها فيا. سناء انا اتبهت عليكي 1000 مرة، ما تتكلميش معايا بالطريقة دي واحنا هنا، فرقي ما بين وجودنا هنا ووجودنا في البيت. خلاص اتحمل مسؤوليتك واعترف بغلطك. خلاص يا ستي، انا غلطان اني ما قريتش السكريبت بتاعكم امبارح. وإن فقرة حمزة البسيوني اتعملت هي في برنامج تاني في نفس المحطة، تخيلي. مش شايف إنها غريبة حمزة يتكلم عن الفقرة الصبح تتعمل بالليل في نفس المحطة؟ أنا مش شايف أي حاجة غير إن أنا في ورطة وعايز لها حل دلوقتي حالا. أوكي، ألغي فقرة حمزة. ما ينفعش. حمدي بيكلمني وقلت له إن حمزة عنده فقرة النهاردة ولازم يشوفها وإنها قوية جدا. الحمد لله، الحمد لله إني ما حكيتلوش الفقرة دي فيها إيه. هو إزاي هشام يعمل الفقرة دي من غير ما يقول لك؟ قال لي وقلت له اعملها بالليل. بس ما ينفعش نفس الفكره تتكرر في بدايه برنامج جديد. خلاص هكلم ايه ونشوف هتعمل ايه. لازم نلاقي حل. انت عامله فقره للحلقه دي؟ اكيد لا، ما عملتش. دي اول فقره واعمل لها ليه؟ بس ممكن تهدى شويه عشان اعرف افكر والاقي حل. بس يا عم قمت انا قايله لها الكلمتين وخارجه على طول. وهي ما طردتكيش مثلا او ضربتك بالكوبايه؟ لا، هي كانت محترمه جدا، وحتى لو كانت طردتني انا ما كنتش هزعل. عارف ليه؟ ليه؟ لاني قلت لها الحقيقه وقلت لها الكلام اللي المفروض يتقال. يعني انت مستكتره عليها حتى انها تفكر يا هديل؟ تفكر في ايه يا خالد؟
في حاجات ما بتدخلش العقل اصلا. بس طالما البنت كلمتك وفتحت قلبها معاكي يبقى معتبراكي صاحبتها وصاحبتها جدا كمان. ايوه ما هي صاحبتي جدا. ايوه وما ينفعش رد فعلك معاها يبقى بالشكل ده. اللهم انا ما قدرتش امسك نفسي. هديل عايز اسالك سؤال، هو انت قلتي لجوزك ان احنا نعرف بعض؟ لا طبعا. تمام، اذا انت فكرتي واخدتي 5 دقايق من وقتك ونقيتي احسن حل ولقيتي انك تكدبي على جوزك وما تقوليش. طب ما انت كمان ما قلتش لمراتك. انا كنت متاكد انك هتهاجمي من غير ما تفكري انا ليه بقول لك الكلام ده. ايوه فعلا انا عملت زي ما انت قلتي واخترت نفس الحل وكدبت على مراتي وما قلتهاش، بس مش هو ده موضوعنا يا هديل. انا كنت بعمل لك اختبار دلوقتي وهو انك مش مستحمله اي حد يطلعك غلطانه. لازم تطلعي اللي قدامك هو اللي غلطان. يعني العيب ده بقى عند ناس كتير قوي اليومين دول، لما حد بينتقدك او يخالف افكارك او يقول وجهه نظر مختلفه بتهاجمي من غير حتى ما بتفكري في وجهه النظر التانيه او تحاولي تفهميها او حتى تعرفي توضحي موقفك. عندك حق، انا كده فاهم. هو ده بالظبط اللي انت عملتيه دي مع صاحبتك، هاجمتيها ومسحتي بيها الارض. خلاص يا عم مش للدرجه دي. لا ده فعلا اللي انت عملتيه لمجرد انها قالت وجهه نظر مختلفه. اسمعي انا عارف ان وجهه نظرها اللي قالتها دي قاسيه او حتى ما ينفعش انها تحصل في الحياه، بس حتى من غير ما اعرف البنت دي يعني ما تنسيش ان هي اللي هتنزل البيبي، وبعدين انت كده قفلتيها خوفتيها منك وخليتيها ما تتكلمش معاكي في وقت انا شايف ان البنت ضعيفه ومشتته ومش عارفه هي عايزه تعمل ايه بالظبط. صح. انت قلت لها ان احنا نعرف بعض؟ الوحيده اللي ما قالتليش لا على صداقتي، كل صحابي قالوا لي لا عشان متجوزه. شفتي بقى صاحبتك؟ بالرغم من ان علاقتنا تعتبر قدام الناس غلط، ما ينفعش يعني راجل متجوز يصاحب ست متجوزه حتى لو ما كانش في بينهم حاجه، لكن صاحبتك دي اللي هي اسمها ايه؟ ساره. سارة سابتك تفكري وتاخدي قرارك بنفسك، وقفت جنبك حتى لو كان قرارك ده غلط قدام الناس. كنت اديتيها فرصة تفكر يا هديل، أو على الأقل تبين لك إنها بتعرف تفكر. ولو إني أنا متأكد إنها مش هتعمل اللي قالت لك عليه ده. عارفة ليه؟ ليه؟ مش عشان مهاجمتك ليها، لأ. عشان البنت دي عندها مخ وهتعرف تفكر وتاخد القرار السليم. أنا خايفة عليها. هديل ما ينفعش واحدة متعلمة وبتشتغل الشغلانة اللي انت حكيتيلي عليها دي ترضى انها تعذب طفل. كانت مجرد بتفضفض وتخرج اللي جواها، وحتى كلامها اللي هي عايزة تقوله انت ما استحملتيهوش. انما انت ليه يعني شايفك المحامي بتاعها؟ لا طبعا مش محامي ولا اي حاجة، ان انا معرفهاش، معرفش اسمها الا منك دلوقتي حالا. وبعدين انا اتعلمت حاجة، لما حد يهاجمني وينتقدني افكر واسمع الكلام بهدوء وارد برضه بهدوء. كان ممكن اقول لك دلوقتي مثلا محامي ايه وانا اعرفها، انا ما اعرفش اسمها الا منك دلوقتي حالا، وبطلي استفزاز والطريقه بتاعتك دي، بس انا طبعا مش هعمل كده. ما هتعمل ايه؟ ده منتهى هدوء كده، هقول لك انا ما اعرفهاش، بس انت تعرفيها وتعرفيها كويس جدا كمان، والصداقه اللي بينكم تخليكي تقفي جنبها مش ضدها، توضحي لها الامور مش توتريها. ده حق الصداقه اللي بينكم يا هديل. بليز عشان خاطري عيدي النظر في موقفك معاها وما تسيبهاش كده، حرام. ثانك يو. اسفه يا سارة. انا اجي بقى. حاضر يا استاذ. ناجي استا
اتفضل يا استاذ. معلش يعني معلش يا استاذ. ايه رايك في العك اللي انا لابسه النهارده؟ حلو. حلو ولا حاجه، انا متعود البس قميص ابيض تحت البدله ديت، بس قمت ما لقيتش حاجه. عازب بقى. ايه ده مالك؟ كنت عايزه اقول لك على حاجه لسه عارفاها. خير؟ الفقره اللي انت رشحتها بتاعت عالم الحيوانات اللي بتتكلم عن علاقة الحيوانات بالإنسان، للأسف اتعملت امبارح في البرنامج المسائي، جابوا عالم حيوانات. وانت عرفت ازاي؟ من فتحي لسه قايل دلوقتي وانا جايلك. كنت متأكد. يعني ايه كنت متأكد؟ مش مهم، انا جاهز بغيرها. حتى لو جاهز بغيرها مش هنلحق نجيب ضيف تاني دلوقتي. مش عايز ضيف. اللي هتكلم فيه مش محتاج فيه ضيف. مش فاهمة ازاي يعني. ايه ده؟ هو انا خلصت من فقرة الحيوانات عشان تطلع لي حيوانات في اوضتي؟ يعني ده وقت قلة أدب ولسان طويل. أنت متأكد يا حمزة ولا هتلبسني في الحيط على الهوا؟ يا أستاذة آية، أنا مجهز موضوع أحلى كتير جدا من اللي كنت هتكلم فيه. مش عارفة أقول لك إيه. انت بجد استاذ. مش عارفه تقولي لي ايه ده بعدين، انما مش عارفه تعملي ايه اقول لك. انا عايز بوسه هنا ناو. يلا تشجع ما تياسيش. يا بنتي انا موجود هنا عشان انقذك. عد الجمايل. حاضر بعد الجمايل. واحد اتنين تلاته اربعه. اعمل ايه تاني؟ تعملي ايه؟ انا الحقيقه عاوز منك حاجه مهمه جدا جدا جدا. انت تؤمر يا استاذ. تحت امرك يا باشا. خدامتك يا بيه. تخرجي لزين دلوقتي حالا تقولي له يكلم عزيزه عشان تفتح التلفزيون تتفرج عليا لانها بتنام بدري. عزيزه. اخرجي حالا. عزيزة بتنام بقى. هشوفك بالتلفزيون النهاردة يا عم. أيوة من فضلك. يلا يلا. معلش يا جان تعبتك معايا. بطلي عمل بقى الكلام السخيف بتاعك ده. والله مش مصدقة زي ما يكون كابوس. استني استني المحل هنا. طيب طيب طيب. انت ايش عرفني؟ احساس. هي فنانة أوي الله يرحمها، وأكيد متجوزة حد شبهها. مش مصدقني بقول الله يرحمها لما بجيب سيرتها. الله يرحمها. بس المحل مقفول. ما هو أكيد مقفول. واحد مراته ميتة هيفتح ليه يعني؟ أكيد عندك حق. ممكن. لا مش ممكن، أكيد. أنا متأكدة إن هو. انت وراكي ايه؟ هتعملي ايه؟ رجعيني البيت. بيت ايه اللي هرجعهولك؟ لا طبعا، احنا هنروح ناكل، انا هموت من جوع. ماليش نفس. مفيش حاجه اسمها مالكيش نفس. احنا هنروح ناكل وبعدين نروح لساره عشان هي وحشاني قوي بجد. كنت عندها امبارح، تعبتها اكتر ما هي تعبانه. شفتي هديل عملت معاها ايه؟ هديل عايزه ايه؟ وانت بعدين هي تطلع تطلع وتنزل على مفيش، العادي بتاعها يعني. كبري دماغك، كل حاجه تتحل. يلا بينا. يلا. حمزة بيه. ازاي حضرتك حمزة بيه؟ اه شريف. ازاي عامل ايه؟ كله تمام الحمد لله. ايه يا راجل اللي انت بيبته ده؟ كنت هتودينا في ده ليه بس كده يا باشا؟ اعرف سعادتك بقى بحمدي بيه رئيس مجموعه القنوات بتاعتنا. اهلا وسهلا. اهلا بيك. انا مبسوط انك معانا في المجموعه واتمنى لك حظ سعيد في البرنامج.
حظ سعيد يا حمدي بيه وانا داخل منسى اربح المليون. على العموم يا سيدي انا كمان مبسوط ان انا معاكم وان شاء الله اقدم لكم برنامج احسن من البرامج التافهه اللي انتم بتقدموها. الله الله يا باشا حمدي فين فين؟ انا اقصد برنامج هادف اكتر يمشي ولا تمام الحمد لله. انا هريحك زي برامجكم احسن كده؟ حلو يا باشا ربنا يخليك. طب نسيبك بقى باشا عشان ما اعطلكش وتلحق تلبس. طيب يا شريف وفرصه سعيده جدا يا حمدي بيه. جود لك. ربنا يخليك. شاكر يا فندم. بقول لك صحيح انت هتمشي قبل ما اقول لك اللي حببته معايا في الفقره؟ باشا خلاص بقى انت ما تعرفش اللي حصل يعني. خلاص بقى باشا عفا الله عن سلامتك. خلاص اوكي اتفضل. ماشي يا باشا بعد اذنك. اتفضل حمدي بيه. اتفضل باشا. ايه يا ضاحي؟ استنى خليك معايا. سمير تاكل سمان؟ ايه؟ سمان. سمان قشطه. من عبله. قشطه. تاكل سمان؟ شغال ماشي. زود اربعه. عايز قلم قلم. تاكل سمان يا استاذه؟ انا اسف يا استاذه. خلاص هم اربعه بس يا ضاحي. سمير عملت لي مشاهده الجرافيكس والفواصل. جرافيكس ايه؟ مش سامع معلش. ما طبعا مش هتسمع ما احنا قاعدين في دوشه قاعدين في سوق الاساتذه اللي واقفين هنا بيعملوا ايه؟ يا جماعه بعد اذنكم الاساتذه الفنيين كلهم على البلاتو لو سمحتوا مش عايزين نسمع كلام ملوش لازمه. مش قادره اصدق فاضل 15 دقيقه على الهواء واحنا لغايه دلوقتي لسه مش جاهزين. يا سمير عملت مشاهده الفواصل والجرافيكس؟ لسه مستني ايه؟ حانا وفين المذيعين جهزوا ولا لسه؟ جاهزين يا استاذ. جهزوا ما دخلوش ليه على البلاتو؟ هيدخلوا ان شاء الله يا استاذ. والمصورين جاهزين ولا لسه؟ لسه يا استاذ. مش قادره اصدق اللي انتوا بتعملوا فيا. مش قادره اصدق ده احنا فاضل 15 دقيقه على الهوا. عشان تبقوا فاهمين نظام شغلي كويس احنا لايف الساعه 6 الساعه 5 بالدقيقه لازم يكون كل الناس موجودين. مذيعين من الساعه 4 هما والماكير والكوافير يكونوا جاهزين ومحضرين نفسهم. بعد كده بقيه الكرو يتعمل تيست على الصوت تيست على الكاميرات. المعيدين يقعدوا مع المذيعين قبل الهوا بنص ساعة كل واحد يكون اخد مطرحه جوه البلاتو. فاهمين؟ كلام واضح يا جماعة ومسموع للكل. مصورين على الكاميرات يا استاذة. اعمل لهم تيست دلوقتي على الكاميرات. شوف لي كاميرا واحد واثنين وثلاثة. تيست كاميرات. النداء الثاني والأخير لسارة. عندك حاجة عايزة تقوليها لأبوكي؟ فاكرة كنت بتعملي إيه بالبتاع ده؟ بابي بابي عايزك تفسحني دلوقتي. مالك؟ أنت مش سارة. انتي مطفية كده خالص وما تقولي ليش مفيش حاجة عشان انا ما تعودتش عليكي انك تكدبي. المشكلة ان انا ومامتك بنحس بيكي بنشوف في عينيكي. فعلا انا في حاجة غلط في حياتي مش هقدر اقولك عليها بس ان شاء الله ناوي اعدلها. وانا مش عايز اعرف. غريبة دي مش يمكن لو عرفتها تضربني بالقلم؟ وهيفيد في ايه القلم؟ ما هو اللي حصل حصل. شوفي اهم حاجة انك ما تصلحيش غلط بغلط اكبر مني. اوعي تعملي كده. شوفي امك عارفة كويس قوي ان انا بشرب خمرة. عمرها ما قالت لي ما تشربش او الخمرة حرام وخدت الازايز وكسرتها او روح صلي لحسن لما تموت هتخش النار. لا عمرها ما عملت. كانت بتعمل ايه بقى؟ الظهر كانت تيجي تقول لي انت صليت ولا لسه؟ فاقوم اصلي وانا كنت ناوي اخد الكاس بتاع الظهر. مع المغرب تصلي قدامي فاقوم اصلي. فهيجي العشاء اقول طب هكمل الخمس صلوات. شوفي أنا بقيت أشرب كاس واحد بس في اليوم وبالليل وبعدين أخش أنام وأنا بأنب نفسي عشان خايف أنام وما أصحاش. أنا عارف إنه ده حرام بس وعدتك إني هبطل شرب إن شاء الله. المهم إنه ربنا عارف نيتي. فهماني؟ فهمك يا بابا. شوفي كان في مرة عندنا في البلد واحدة ست سمعتها وحشة أوي وخلفت ولد وهي مش عارفه ابوه مين. طبعا في البلد لو كانت عارف الموضوع ده
كانوا قتلوها هي وابنها. أنا وقفت جنبها وصرفت عليها نوع من أنواع السطرة. أولاً هي عمرها ما اشتغلت الشغلانة دي تاني، ثانياً أنا عمري ما استغليت إن أنا بصرف عليها هي وابنها عشان أطلب منها حاجة. غير كده أمك ما تعرفش أي حاجة عن الموضوع ده، لإلا كانت طلبت الطلاق أكيد كانت هتشك في حاجة. وهي ابنها فين دلوقتي؟ مات وهو عنده 5 سنين. ربنا بيحبه، أصل صعب قوي إنه يكبر من غير أب من غير عيلة. أنا عملت اللي عليا لحد من شهرين. ليه؟ إيه اللي حصل؟ لما اتأخرت على جارتها بطلت تروح، قلقوا عليها فدخلوا عليها لقوها ميتة على سجادة الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يرحمها بقى، ماتت على سجادة الصلاة. يمكن ربنا والله أعلم يقبل توبتها. مهم طول ما النية كويسة كل حاجة هتبقى كويسة إن شاء الله. أنت راجل عظيم قوي يا بابا. قولي لأمك. هي أكيد عارف. أنت بتقولي القصة دي ليه؟ علشان تعرفي إنه الغلط عمره ما يتصلح بغلط. فهمتي؟